ينطلق شوط الختام، الشوط الخامس عشر لفئة الأبكار الحقائق. هكذا مشاهدينا في كل مكان وعبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الهام، ينطلق الجميع وتنطلق التحديات في هذا الأداء المميز هنا من على أرضية ميدان التحدي درة الميادين الذي شهد في هذه الفترة الصباحية والفترة المسائية منافسات قوية وأعداد كبيرة مشاركة وانطلاقات رائعة. فشكرا للجنة المنظمة على هذا الإبداع وعلى هذا التميز الذي شاهدناه وإياكم من خلال الانطلاقات السلسة والتنظيم الأكثر من رائع. إذن تقدم هناك إلى مقدمة الشوط، هناك الانطلاق مع أنذار، وهنا محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا أنذار المركز الثاني. من وصلت وطلت هنا هزراف علي بن فهيد بن سعيد الحنيتم، يقدم لنا هزراف على المركز الثاني، هذا الشعار المنطلق هنا على ثاني المراكز. بينما نقلتنا هناك إلى المركز الثالث، أتابع هنا من حاف وسعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني يقدم لنا من حاف على المركز الثالث، لكن يهو من صراع. وصل في هذه اللحظات وانطلق الشعار الكبير، من حقق نقطة في هذه الأمسية. تنطلق هنا الغزيل وعلي بن محمد بن عبد الله الزعبي يقدم لنا الغزيل في هذه اللحظات، أيضا وصل هنا وانطلق هذا الشعار محقق نقطة في هذه الأمسية. هنا المنطلقة وهنا الواصلة، وصلت هنا بلشة صالح بن علي بن سعيد آل بريص ينطلق في هذه اللحظات، لكن نقلتنا هناك إلى آخر نداء إعلامي تصل هنا وتتقدم بهذا الوصول. وصلت مياسة وحسين بن عبيد السناري، لكن نتحول هنا إلى الثنائي المنطلق، هنا الثنتين اللي طارن، هنا الثنتين التي تخلص المسافات نحو ناموس هذا الشوط. انذار، انذار تتقدم هنا مع محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي يتقدم، بينما هنا المنطلق هذا الشعار. مرحبا بهذا الشعار، شعار عرف هنا في هذه الميادين والميادين الخليجية. تنطلق هنا هزراف وعلي بن فهد بن سلطان آل حنيتم يتقدم في هذه اللحظات إلى المركز الثاني جنبا بجنب، ياهي من معركة بين المركز، بينما المركز الثالث. وتابع هنا بلشة صالح بن علي بن سعيد المري هنا يتقدم، هنا يتقدم إلى المركز الثالث. هنا اسم جديد ينضم في هذه اللحظات إلى قافلة الإبداع، هنا تتقدم وصلت حضور سالم بن عبد الله بن سعيد النابت، لكن نتحول، نتحول هناك، هناك حضور سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت السبعمائة متر الأخير بقيادة انذار. هل ستصمد يا مقدمة انذار؟ اصمد وحافظ على هذا الأداء الكبير. شوط الختام مع انذار، من تتقدم انذار؟ محمد بن ثاني الهاملة الهاملي، بينما وصلت ياهو من قدوم، وصلت حضور تسجل الحضور المشرف في الأمتار الأخيرة. الله يا من قدمت لنا حضور، حضرت حضور واختطفت المركز الأول في هذه اللحظات. سالم بن عبد الله بن سعيد البخيت وصلت أيضا وانطلقت هنا، من وصلت، وصلت في هذه اللحظات صدى راشد بن سالم الفهيدة المركز الثالث. هناك الكايدة محمد بن علي المري الميتين متر الأخيرة، يا مالك انذار وصلوا كأهل الطلايب، وصلوا مبتقين تسعيرة الشحانية، الله يا قدومها. وصلت هنا صدى، صدى في هذه اللحظات، بينما من وصلت وخطفت هذا المركز. الله يا سلام يا الكايدة، الكايدة تحقق هذا الفوز في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الحاسمة لتحسم هذا الشوط. سلام وتحية واحترام لمن قدم لنا الكايدة في اللحظات الأخيرة، محمد بن علي بن حمد المري، من خطف هذا الشوط وحقق شوط الختام وظفر أيضا بتسعيرة الشحانية هنا محقق المركز الأول، بينما المركز الثاني كان الوصول.
وصلت على ثاني المراكز. هنا صدى راشد بن سالم بن حمد آل فهيدة، وما قصرت هذه البطلة التي حققت المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت على ثالث المراكز حضور سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. المركز الرابع وصلت على رابع المراكز بلشي صالح بن علي بن سعيد البريص. المركز الخامس وصلت الغزيل علي بن محمد بن عبد الله الزعبي. هكذا متابعينا في كل مكان نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى. وهنا التوقيت الزمني للكايدة، من حققت هذا الشوط وحققت هذا الانتصار لملك محمد بن علي بن حمد المري، قاطعة مسافة هذا الشوط 4:40 21 جزءا من الثانية. تانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما من حلت على ثاني المراكز وصلت على ثاني المراكز. هنا صدى راشد بن سالم بن حمد آل فهيدة، قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وقدر 4:40:49 من الثانية، بينما من حلت على ثالث المراكز وصلت. هنا حضور سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، من حقق هذا الفوز والانتصار قاطعة مسافة هذا الشوط في زمن وقدر 4:42:41 من الثانية. تانينا على هذا